بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان وعلمه البيان. الشمس والقمر والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارد من نار، فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله
وَلَا تَنْتَصِرَانِ
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك
صدق الله العظيم.